السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طائر من الطيور الجارحة، ألا وهو طائر البومة. طائر البومة طائر جارح ليل النشاط، بيشبه الصقور في شكله. العام له ما يزيد عن 200 نوع، بينتشر في كل قارات العالم عدا القارة القطبية الجنوبية. أقدامه كبيرة وقوية، مناقيره مقوسة، مخالبه طويلة وحادة، وعيونه مكيفة للإبصار في الظلام. بيستطيع الرؤية نهارا بعكس ما يشاع عنه. وهناك نوع من أنواع البوم بيسمى البومة الثلجية البيضاء، ده بيعيش في القطب الشمالي وبينشط وبيصطاد بالنهار. البومة بتقضي معظم النهار نايمة في الكهوف أو في جذوع الأشجار أو المباني المهجورة. بيتميز بريشه الناعم المنفوش، وده بيكسبه ميزة الطيران الصامت، بحيث إنه بيطير بدون إحداث أي صوت. وبيرجع السبب إلى خصائص ريشه، واللي بتقوم بتكسير الهواء المتدفق إليها، وده بيخلي من الصعب سماع صوتها أثناء الطيران. بيمتاز بحاسة سمع خارقة وأعين كبيرة، بتوفر له رؤية ليلية جيدة جدا بكفاءة عالية. لديه قدرة هائلة على التمويه. الألوان والعلامات على ريشه بتسمح له بالاندماج بالبيئة المحيطة ليه، وده بيسهل عليه عملية التخفي والاختباء، وبيبقى فيه صعوبة لرصده أثناء وجوده على مرمى الأسد. بعض المعلومات عنه: بيتميز البوم بريشه الناعم الرقيق، واللي بيخليه يقدر يطير بدون صوت تقريبا، ويقدر يقرب من الفرائس بتاعته بدون ما تسمع او تلاحظ قدومه عليه. عيون البوم ما بتتحركش في محجرها ومرتبطة بعظام الجمجمة، بتعوض عن ده بتحريك رأسها لأكثر من 180 درجة، وبتوصل ل270 درجة. بتختلف عيون البوم عن عيون باقي الطيور في الحجم، وأيضا كلتا العينين بيتجهم إلى الأمام، بتتمكن من رؤية الأشياء بالعينين في نفس الوقت، يعني رؤية مزدوجة زي رؤية الإنسان. للبومة أداب طويلة على جفونها العليا، وبتستطيع إن هي تغلق بيها عينيها، وبتمتلك 3 جفون: الأول للنوم، والتاني للرمش، والتالت لاختلاس النظر. بتستطيع رؤية الأشياء البعيدة ولا تستطيع رؤية الأشياء القريبة، وطبعا بتقدر تشوف في الظلام بوضوح فائق. بيقدر قوة إبصارها العلماء بـ100 ضعف البني آدم. قدسها المصريون القدماء والإغريقيون، واتخذوها رمز للحكمة. بتستطيع صغار البوم الطيران عند سن 7 شهور. بيوصل طول بعض أنواع البوم إلى 75 سنتي، وعرض الجناحين بيوصل ل188 سنتي، والأنواع الصغيرة منها بتوصل لحجم كف الإيد. بتوصل عدد أنواع البوم ل200 نوع، منتشرين حول العالم عدا القطب الجنوبي. وكان بيعتبر طائر البومة الطائر المفضل للملك رمسيس، لكنه غضب عليه لأنه كان هيفقأ عينه بجناحه. انتشر بين الناس ان هي بتجلب التعاسة والفقر، وده ملوش اي
أصل في العقيدة الإسلامية، وهو يعتبر من الخرافات. بيمتلك طائر البومة أذنين على جانبي الرأس وغير متقابلين وغير متساويين في الارتفاع، أحدهم أعلى من الآخر، وده بيديله ميزة في سهولة تحديد موقع الفريسة بسهولة. وبسبب قدرة السمع الحادة لدى البوم فإنهم بيتمكنوا من الشعور بالفريسة وهي تحت الأرض، وعلى هذا بيقدروا يأكلوا الكثير من القوارض. وفي دورة تربية صغار البوم من أمهم لمدة 4 شهور الأولى بتأكل عيلة بومة الحظيرة الواحدة أكتر من 3000 من القوارض. بتعد البومة أكبر عدو طبيعي للفئران وبتستحق لقب صديق الفلاح. الإناث أكبر وأثقل وأشرس وأكثر عدوانية من الذكور. بتمتلك البومة في عنقها 14 فقرة على عكس المعتاد، حيث أن باقي الطيور العادية بتمتلك 7 فقرات فقط، وده بيوفر لها نطاق أوسع من الحركة. اكتشف العلماء أنه عظام وأوعية دموية بتسمح للبوم بتحويل رؤوسهم إلى هذا الحد من الحركة دون انقطاع وصول الدم إلى الدماغ. هناك نوع من البوم بيسمى البوم النسري الأوراسي، وبيعد البوم الأوراسي أحد أشهر الصيادين المجنحين على كوكب الأرض. بيستطيع إن هو يأكل فرائس أكبر مما نعتقد، وهو من أكبر الأنواع وأكثرها شراسة في العالم. بيصل حجم الأنثى فيه إلى 75 سنتي طول، وباع جناحين يصل إلى 188 سنتي، وبيقدر يأكل أي شيء قدامه بدءا من الأسماك إلى الخنازير، الغزلان، الذئاب الصغيرة والثعالب، ويقدر يصطاد أسماك تساويه في الحجم. حتى القرود البالغة بيقدر ان هو يصطادها ويتغذى عليها. وفي تقرير بيقول ان البوم استطاع ان هو يقتل نسر ذهبي، وفيه تقارير نشرت عن مهاجمتها لذئاب كبيرة الحجم. البوم يقدر ان هو يصطاد انواع تانية من البوم ويتغذى عليها. البومة ما بتقدرش تمضغ طعامها، ولكنها بتبتلعه دفعة واحدة وبتلفظ كل ما لا يتم هضمه على شكل كرات صغيرة ملبدة بتسمى كبة الطرح. والكرات دي نقدر منها ان احنا نحدد نوع طعام البومة اللي تناولته. وفي النهاية بنشكركم على حسن المتابعة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد بإذن الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.